يعني الهدنة الخامسة شهدت خروقات منذ ساعاتها الأولى. هذه الهدنة التي بدأت منتصف الليل، ولكن قبل قليل كنا نستمع إلى أصوات انفجارات ضخمة على ما يبدو أن هنالك اشتباكات خصوصا في المناطق الشرقية والشمالية لأمدرمان، وهنالك أصوات لاستخدام مضادات الطيران الأرضية التابعة للدعم السريع في محاولة لمواجهة تحليق طائرات استكشافية تابعة للجيش. هذه الأجواء أجواء الخروقات في أمدرمان، هنالك أجواء مماثلة في منطقة شرق بحري وكذلك في محيط القصر الرئاسي وبالقرب من القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم، حيث يعني سقطت بعض القذائف في منطقة أو جزيرة توتي في وسط الخرطوم، وفي هذه اللحظات تتصاعد أعمدة الدخان من جزيرة توتي. خروقات عدة في الساعات الأولى للهدنة الخامسة، وهو ما كان يحدث كذلك في الهدنة الأربع الماضية، وإن كان يوم أمس شهد هدوءا وسط اشتباكات متقطعة، ما كان يعني يدفع بآمال الكثير من السودانيين بأن الهدنة الخامسة ربما ستكون أفضل من سابقاتها، حتى يتمكن الناس من شراء حاجياتهم الأساسية وكذلك من الحصول على الوقود، خصوصا وأن العديد من محطات الوقود قد بدأت العمل فعلا أمس وسط طوادير طويلة من السيارات. حركة النزوح ستستمر وهي الآن مستمرة، نلاحظ حركة نشطة في الشوارع في محاولة العديد من الناس لمغادرة الخرطوم، خصوصا في هذه الأجواء التي لا يبدو فيها التزام بوقف إطلاق النار، رغم النداءات المتكررة محليا ودوليا بضرورة أن يتم تمكين الفرق الطبية والأطباء والكوادر الطبية المساعدة من الوصول إلى المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل، حيث أن الأمم المتحدة والصليب الأحمر يعتبران أن هنالك صعوبات كبيرة تواجه تحرك أي مساعدات إنسانية، خصوصا لدعم القطاع الصحي الذي يعني بالطبع يشهد انهيار كبير، خصوصا في قطاع الأمية والمستلزمات الطبية المختلفة، ما يعني أن حصيلة القتلى سيرتفع ليس فقط على مستوى جرحى هذه الاشتباكات، بل على مستوى الحاجة الملحة لبعض المرضى من الحصول على الرعاية الطبية، وهو ما يتعذر بشكل كبير هذه الأيام بسبب هذه الظروف المختلفة. ما هي الحلول التي يلجأ إليها السودانيون في حال نقص هذه السلع الغذائية؟ يعني من أين يقتاتون مهند، وماذا يفعلون أيضا؟ يعني العديد من السلع الأساسية قد نفدت بالفعل، نشاهد طوابير طويلة تزداد يوما بعد يوم أمام المخابز القليلة التي لا تزال تعمل، صعوبة كبيرة تتعلق بالحصول على الخبز، وهو ما جعل العديد من الناس يلجؤون إلى شراء الدقيق ومحاولة صنع بدائل للخبز داخل المنازل. هذه المسألة أيضا الآن تواجه تحديات، على اعتبار أن الدقيق قد نفد بالفعل في بعض المتاجر، وهنالك بطبيعة الحال أسعار مضاعفة للدقيق في العديد من المتاجر الأخرى التي لا تزال تعمل. كنا قد شهدنا في الهدنة الرابعة بعض الأسواق قد بدأت تعمل جزئيا، ولكن هذه الهدنة الخامسة التي بدأت خروقاتها مبكرا لا ندري إن كانت الأسواق ستواصل عملها في هذا اليوم أم ستتوقف، مما سيزيد من معاناة المواطنين. هنالك جهود داخل الأحياء الشعبية من خلال مبادرات تطوعية لمحاولة أن يتم التكيف مع هذه الأوضاع المعيشية والصحية من خلال مبادرات لدعم الأسر المتعففة والأسر التي لديها مشكلات في الحصول على المؤن الغذائية المختلفة. شكرا جزيلا لك من أمدرمان مراسل غد مهند الحسين.